مدى شرعية الجواز العرفي ده، وعشان الجواز العرفي ده يكون شرعي المفروض ان الناس اللي بتتجوز عرفي يعملوا ايه؟ بسأل بس عن آراء الفقهاء القدماء في الطلاق الشفوي. انا طالب بسافر في روسيا، فرمضان على طول بقضيه هناك. بيبقى النهار من 20 ل 21 ساعة، كل ده دايما النهار في شهر 6 دايما الصيف كده هناك، والليل بيبقى 4 ساعات بس، فما بنلحقش لا افطر ولا اتسحر، فممكن بفطر ايام كتير قوي فيها بس. فده حلال حرام؟ اهلا بكم مجددا. دي كانت عينه من بعض اسئله حضراتكم، واذكركم دائما باننا سنتواجد مع حضراتكم في كل مكان على امتداد مصر المحبوبه. هتتواجد كاميرا قناه الناس بينكم للاستماع والتواصل معكم في بعض الاسئله التي تبعناها. وكما تعودنا هذه الاسئله بيكون لها اولويه في الاجابه، فنبدا في الاجابه عليها فضل الدكتور علي اذا اذنت لنا. الاستاذ احمد اول سائلين، ما مدى شرعيه الجواز العرفي؟ أولا هو عشان نصحح المفاهيم، هو ما اسموش زواج عرفي، هو لأن العرفي هو ما تعرف عليه الناس، فإذا ما تعرفنا على نوع معين أو شكل معين من أشكال الزواج هيبقى هذا ما تعرفنا عليه. ولكن الزواج العرفي بالمفهوم الذي يعني يقصده الناس هو الزواج غير الرسمي. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا دلوقتي نوعين من الزواج، زواج رسمي وهو الذي يقيد في الدفاتر الحكوميه في عند المأذونين الشرعيين، تمام، ده اسمه زواج رسمي خلاص. الزواج بقى غير الرسمي اللي الناس بتسميه زواج عرفي. طب الزواج ده جائز ولا غير جائز؟ الزواج الشرعي سواء كان رسمي او غير رسمي له اركان وشروط، من اركانه وشروطه التي كانت محل يعني اتفاق عند الفقهاء الصيغه الشرعيه اللي هي الإيجاب والقبول بين الزوجين، حضور ولي الزوجة، المهر، الشاهدين، دي أركان وشروط يجب استيفائها في عقود الزواج الشرعي. الأركان والشروط دي إذا وجدت ووجدت معها الدفاتر الحكومية لدى المأذونين الشرعيين وقيدت بالسجلات الحكومية، هذا زواج رسمي، تمام؟ أصبح زواجا شرعيا رسميا. إذا وجدت ولكن لم تقيد توفيق في دفاتر المأذونين الشرعيين يبقى زواج ولكن غير رسمي. زواج شرعي، زواج شرعي ولكن غير رسمي. طيب الزواج الشرعي غير الرسمي ننصح بيه ولا ما ننصحش بيه؟ لا ما ننصحش بيه. ليه ما ننصحش بيه؟ لأن الزواج الشرعي وإن اكتملت أركانه وشروطه الشرعية إلا أنه دائما يخفي وراءه شيء، تمام؟ وهذا شيء عند التحقيق والتدقيق ممكن نجد هذا الشيء مخالف لأمر شرعي آخر. هنضرب بذلك مثال. واحدة زوجها توفى، تمام؟ وبتتقاضى معاش أرملة، عايزة تتجوز مرة تانية، تقدم لها عريس، وافقت عليه، لقت نفسها لما تتجوز زواج شرعي ورسمي لازم تبلغ جهة المعاشات علشان تقطع المعاش، هتفقد المعاش، فهتفقد المعاش. طب هي مش عايزة تفقد المعاش، تقوم تعمل ايه؟ تروح تتجوز زواج شرعي غير رسمي عشان ما يبقاش مقيد. هو بين قوسين مصطلح عليه الان، مصطلح عليه انه عرف، مع التأكيد انه ده مش هو ما تعنيه الكلمة يعني. نعم، المفروض نسميه كده زواج غير رسمي. طيب يبقى اذا لما تجمع ما بين الزواج والمعاش ده صح ولا غلط؟ غلط. لا ده غلط. غلط ليه؟ غلط لأنها بتأكل حقوق آخرين. مين هم الآخرين؟ من يستحقون معاشا وينتظرون علشان واحد يخرج من المعاش فهم يحل محله، أو إن فلوس التأمينات والمعاشات تكون أكتر من كده فيكون تقسيمها أوسع على من يستحقون. ولكن أن نجمع ما بين الزواج وما بين المعاش ده غلط. صورة ثانية، واحدة طلقت من زوجها، عندها أطفال صغار في حضانتها، الحضانة المفروض تبقى للزوجة في حالة ايه؟ ان لم تتزوج باخر. طيب هي عملت ايه؟ هي راحت تزوجت باخر، بس لقت نفسها لو تزوجت بعقد شرعي ورسمي هتفقد حضانة الاطفال، بس هي عايزة تحتفظ بحضانة الاطفال. تقوم تعمل ايه؟ تروح تتزوج زواج شرعي ولكن غير رسمي. ليه؟ عشان الزوج الاول لا يستطيع اثبات هذا الزواج مقيدة في الزوج،
ملناش علاقه بقى مكايده او غير مكايده، احنا ملناش علاقه، بس هي المكايده هتحصل هتحصل يعني طبعا ده شيء طبيعي، هتحصل هتحصل تمام. يوم يحصل ايه؟ يوم يحصل ان هي تتزوج باخر وتحتفظ بحضانة الأطفال، ولا يستطيع الزوج الأول إثبات أنها تزوجت بآخر حتى يأخذ الأطفال في إيه؟ فحرمت الأب من حقه. فحرمت الأب من حقه. ولذلك عند التحقيق والتدقيق دائما في الزواج الشرعي غير الرسمي نجد إنه فيه مشكلة وفي حاجة شرعية. طيب عشان ما نقولش ايه، ما حدش يقول ده جاي في صف الرجاله وبيضرب امثله في حق السيدات. طيب واحد عاوز يجمع بين زوجتين بس عارف انه هو لو تزوج الزواج الثاني وزواج رسمي زوجته الاولى هتعمل له مشاكل، هتطين عيشته. يوم يعمل ايه؟ يوم يعمل ايه؟ يروح يتجوز زواج ثاني شرعي غير رسمي. تمام؟ مكايده في مين؟ في الزوج، في زوجته الاولى. زوجته الأولى تبقى عارفة أنه متزوج بأخرى ولكن لا تستطيع الإثبات. طيب هل هذا أليس في هذا الأمر ظلم للزوجة الأولى؟ نعم. فطبعا في ظلم. ليه؟ لأنه من حقها أن تثبت أنه متزوج بأخرى. طيب أمور أخرى، ربما يكون حتى في ظلم حتى للبنت اللي اتجوزها. لسه نقول بقى حاجة تانية بقى، ودي أشد. لما هو يتزوج الزوجة، زوجة بلاش نقول أولى ولا تانية خلاص، حتى لو كانت الزوجة الأولى، ولكن تزوجها بزواج شرعي غير رسمي تمام، وظلمها ولم يعطيها حقها، هل تستطيع أن تثبت هذا الزواج حتى تأخذ حقها؟ قد تستطيع وقد لا تستطيع. طيب لو هي تزوجت بزواج شرعي غير رسمي تمام، وهو لا يستطيع إثبات هذا الزواج ثم ظلمته وانقصت من حقوقه، هل يستطيع أن يثبت قيام العلاقة الزوجية بينهم لكي يقاضيها ويأخذ حقوقه منها؟ لا. إذن الزواج الشرعي غير الرسمي به كثير من الإشكاليات الشرعية التي قد يقع فيها ظلم للزوج أو للزوجة أو لطرف آخر له حقوق تتعلق بإثبات هذه العلاقة الزوجية حتى يأخذ حقه. صحيح. إذن لما احنا نعمل بقى زواج شرعي غير رسمي ونقع في كل هذه الإشكاليات الشرعية يبقى بالتأكيد في ظلم. وهذا ما لا تنصح به فضيلتك. طبعا. طيب أستاذ إبراهيم، آراء الفقهاء القدماء في الطلاق الشفهي. الطلاق الشفوي هو يعني التدقيق، شفوي ولا شفهي؟ الاثنين صح. الاثنين صح. لأنه من الشفاه، يعني طلاق غير موثق غير مكتوب، تلفظ الزوج بلفظ الطلاق. الفقهاء القدامى قالوا إذا تلفظ الزوج بلفظ الطلاق وكان طلاقه إما أن يكون طلاق معلق وإما أن يكون طلاق منجز، فيقع بحسب حال الزوج وحال لفظ الطلاق الذي ذكره، في ألفاظ تقع منجزة، في ألفاظ تكون بصيغتها معلقة على شرط أو كذا أو كذا، وقد ينوي الزوج الطلاق وقد لا ينوي الطلاق، حالات كثيرة جدا. ولكن في النهاية هل الطلاق الشفوي يقع به طلاق أم لا يقع به طلاق؟ نعم يقع به طلاق إذا كان دالا على إيقاع الطلاق من حيث اللفظ ومن حيث النية. عظيم. الأستاذ مازن بيسافر روسيا كتير وبقول لحضرتك اختلاف الوقت والظروف يجعله يفطر أثناء وجوده في روسيا، لأن الليل هناك 4 ساعات ولا يمكنه يعني يتمكن من الإفطار والسحور بشكل منضبط. طيب. فأحيانا بيضطر أنه يفطر بعد الأيام. تمام. هو يعمل إيه؟ مدام الليل والنهار غير معتدل وخرج عن طور الاعتدال بأنه النهار كان كبير قوي قوي وبلغ 20 ساعة والليل 4 ساعات، يبقى هيعمل إيه؟ هيشوف توقيت مكة المكرمة، أهل مكة المكرمة بيصوموا كام ساعة؟ هيلاقيهم مثلا بيصوموا 15 ساعة أو 14 ساعة أو 16 ساعة على حسب. تمام؟ يحسب عدد هذه الساعات من بداية آذان الفجر عنده. فلما يؤذن لآذان الفجر عنده في روسيا يعد ال 15 ساعة وال 16 ساعة اللي أهل مكة بيصوموه. تمام؟ لغاية لما يخلص ال 16 ساعة يبقى هو ده ميعاد الإفطار بتاعه. يفطر، وبعد ما يفطر خلاص يظل على هذا الإفطار إلى قبيل يعني الفجر، إلى قبيل الفجر يتصحر، وبعدين ينوي الصيام من أذان الإيه؟ من أذان الفجر. وهكذا. وهكذا. وإن تمكن من صيام اليوم 20 ساعة يفعل؟ ما فيش مانع، ولكن إذا لم يتمكن، ما هو أصل هو لو كان متمكن من الصيام ما كانش سأل. ما أنا بفرض حالة تانية. ما فيش مانع، إذا تمكن من صيام 20 ساعة ما فيش مانع، ولكن إن لم يتمكن
واظن سؤاله علامه على عدم تمكنه. هو قال يبقى الموضوع يبقى خلاص ما فيش مانع يفعل هذا وصيامه صحيح ان شاء الله. عظيم. طيب.